مرحبا أيها الأصدقاء، أنا شيدا نور أكجان، طالبة في السنة الثالثة في جامعة نجم الدين أربكان في كلية التمريض في قسم التمريض. بصفتنا في كلية التمريض نحن نهدف إلى تدريب الممرضات الذين يمكنهم تحديد الاحتياجات الصحية للفرد والأسرة والمجتمع وتقديم رعاية صحية قائمة على الأدلة وفقا لهذه الاحتياجات الصحية. في الوقت نفسه نهدف إلى تدريب الممرضات والممرضين الذين يعرفون مسؤولياتهم القانونية وعلى دراية بالقيم الاجتماعية ولديهم القيم الأخلاقية. دروسنا بشكل عام هي دروس القسم الموجودة في منهاجنا الدراسي، بالإضافة إلى ذلك نحن نأخذ دروسا تساعدنا في مجال الصحة مثل علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأحياء الدقيقة. ومن الناحية الاجتماعية فإن جامعتنا تحاول دعمنا، حيث أنه تم إضافة دروس مثل التصوير الفوتوغرافي إلى منهاجنا الدراسي. هذا هو منهاجنا، تضم مختبراتنا 3 غرف من أجل ممارسة التمريض. يوجد لدينا نماذج وأدوات لدروسنا. هناك دروس عملية تكمل دروسنا النظرية. إن هذه المختبرات تقوينا كثيرا من حيث التطبيق. يوجد لدينا تدريب إجباري كجزء من دورة الممارسة المهنية. نذهب إلى التدريب في الفصل الربيعي للسنة الرابعة، 4 أيام في الأسبوع. مهنتنا واسعة جدا، يمكننا العمل في العيادات وفي المؤسسات العامة والخاصة، وفي الوقت نفسه كأكاديميين يمكننا ممارسة مهنتنا في العديد من المجالات مثل أماكن العمل والمدارس ومراكز البحث والتطوير ودور رعاية المسنين وخدمات رعاية المسنين. كان السبب الرئيسي وراء اختياري للقسم هو لكي أكون قادرة على إفادة الفرد والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك اخترت هذا القسم لأن هناك الكثير من فرص العمل. سبب اختياري لجامعة نجم الدين أربكان هو لأنها تتمتع بمعايير تعليمية عالية الجودة في مجالنا، وتدعم تعليمنا النظري من خلال التدريبات العملية في المختبرات. بالإضافة إلى ذلك فهي تقدم أهمية كبيرة في استعدادنا للمهنة مع فرص التدريب التي توفرها. توفر لنا تطبيقاتنا المختبرية وتطبيقات التدريب وتطبيقات المحاكاة، والتي تعد من بين الفرص المتاحة لنا فوائد كبيرة. يوفر التدريب القائم على الأدلة الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس لدينا أيضا فوائد كبيرة تطورنا في هذه المهنة. في الوقت نفسه فإن دراسات الاعتماد التي دخلت جامعتنا الآن لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا في المستقبل. بعد التخرج أريد أولا الحصول على درجة الماجستير، بالإضافة إلى ذلك أريد أن أعمل ممرضة في عيادة. أريد إضافة التطبيق إلى معرفة النظرية وإضافة معلومات جديدة إلى معلوماتي. وبصفتي أريد أن أصبح أكاديمية، أود أن أقدم معلومات معرفية جيدة جدا للممرضات المستقبل. نصيحتي للمرشحين القادمين، أوصيهم بالاستمتاع بمهنتهم وتطوير أنفسهم اجتماعيا وعلميا وتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال الاتصال، بالإضافة إلى تطبيق المعرفة النظرية التي تعلموها في مكانها. والأهم من ذلك أن يكون لديهم حياة طلابية أكاديمية واجتماعية كاملة. جامعة نجم الدين أربكان هي مستقبلك.